السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله يا رب دائما، نشهد الله في عليه أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا سمير. نسأل الله أن يديم نفعك للمسلمين كافة ويبارك في عمرك ولك والسامعين والسامعات بمثل. عندي مسألة يا شيخنا. سل موضوع إقامة العزاء وسرادك ويجيبوا شيخ ومقرئ والحاجات ديت، يا حرمانية؟ لا، ما حرام ليست حرام، لأن الحديث الذي استدل به المانعون وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. حديث ضعيف الإسناد، هو من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهشيم مدلس أسقط رجلا من الإسناد يقال أنه شريك ويقال أنه رجل اسمه المدائني، وكلاهما لا يحتج به، شريك ضعيف والمدائني مجهول، ولذلك ضعفه عدد من أهل العلم الأولين، عدد من أهل العلم الأولين. ثم إنه من ناحية المعنى أيضا معارض، هناك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. فالشاهد من قوله: إذا اجتمعت النسوة وبعد ذلك انصرفنا وبقيت خاصتها. لكن هناك أمر ينبغي أن ينبه عليه، وأن الإنفاق الباهظ وأخذ ذلك من أموال الأيتام كل هذا لا يجوز، والتباهي بمثل هذه الجنائب بمثل هذه التجمعات لا يجوز التباهي، ولا يجوز أن ينفق على هذا مبالغ طائلة وتخصم بعد ذلك من الأموات، تخصم من الأيتام، من تركة الأيتام. أما مجرد استقبال الناس في مكان، يعني إذا أنت مت وجاءك الناس يعزونك، أين يجلسون؟ البيت مش هيساعد المكان، البيت لن يساعد. وإذا أتيت بكراسي ما في مشكلة، لكن إذا كنت تريد أن تكنهم المطر وتكنهم الحر وتكنهم من البرد فلا بأس أن تصنع شيئا من ذلك. تمام، شكرا لك.